غير. نعم أهلا وسهلا بك. يعني سركيس، مع بداية هذا الأسبوع وأيضا هي عطلة بالنسبة للأسواق العالمية، ولكن مع أرقام التضخم والمؤشرات التي سجلتها الولايات المتحدة، أرقام تاريخية من جديد تسجل خلال هذه الفترة، أوضاع جيوسياسية وأيضا توترات إقليمية كبيرة، ولكن هناك أريحية بشكل أو بآخر. كيف ترى حركة الدولار خلال؟ بالفعل شاهدنا بيانات تضخم خلال الأسبوع الماضي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت ارتفاع كبير في معدلات التضخم، وهذا الارتفاع يعيد بالذاكرة معدلات التضخم قبل 40 عاما في الولايات المتحدة الأمريكية. وارتفاع التضخم يرجح أن نرى هذا الأسبوع رفعا بالفائدة من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، مما تسبب بارتفاع الدولار الأمريكي بستة أعشار نقطة مئوية مقابل سلة من العملات. فتوقعات رفع الفائدة بالفدرال الأمريكي اجتمعت مع طلب المتداولين للدولار الأمريكي لعملة كعملة تصفية للمراكز المالية وكملاذ آمن من حالة التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، مما تسبب بارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ولو بشكل متباين خلال الأسبوع الماضي. فشهدنا ارتفاع الدولار مقابل اليورو ب 17%، بينما ارتفع مقابل الجنيه الاسترليني ب 1.4%، وارتفع الدولار أمام الين الياباني ب 2.2%. هذه الظروف تجعلني أرى بأن هنالك تباين ما بين التدفقات النقدية ما بين الدولار الأمريكي واليورو وكذلك الجنيه الاسترليني والين الياباني، وكل هذا له علاقة في توقعات أسعار الفائدة مستقبلا في البنوك المركزية الرئيسية في العالم. نعم، كيف ترى يعني تأثير أرقام التضخم أيضا؟ نحن نقترب بعد تنازلي من رفع الفائدة، هل سيكون هناك أي ردود أفعال غير متوقعة من الأسواق، خاصة من سلة العملات الأساسية مقابل الدولار؟ الأسواق المالية شبه متأكدة بأن الاحتياط الفدرالي سيرفع الفائدة ب 25 نقطة أساس. كنا سابقا نرى بأن الفدرالي الأمريكي يجب أن يرفع الفائدة بأكثر من ذلك على الأقل ب 50 نقطة أساس، لكن مع المستجدات التي حصلت من توترات جيوسياسية على الفدرالي الآن أن يكون متأني في اجتماع الشهر الجاري وسيصدر قراره يوم الأربعاء المقبل، وكما أشرنا على الأرجح سيتم رفع الفائدة ب 25 نقطة أساس. الأسواق المالية ستقيم الخطوات القادمة للاحتياطي الفدرالي الأمريكي، فنحن أمام قرار متوقع وبشدة في الأسواق هذا الأسبوع، لكن خلال الأشهر المقبلة سنتابع احتمالية رفع الفائدة بحوالي 50 نقطة أساس أو بشكل متواصل. فارتفاع التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يتم إيقافه، لأن استمرار ارتفاع التضخم قد يكون أمر مضر جدا للاقتصاد الأمريكي. لكن هذا الشهر كما أشرنا يجب على الفدرالي الأمريكي أن ينتظر صدور بعض البيانات الاقتصادية المتعلقة بالنمو للتأكد من أن التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا تأثيرها نوعا ما محدود على الاقتصاد الأمريكي، وثم بعد ذلك سيتجه لرفع الفائدة. أما كيف ستتعامل الأسواق مع هذا القرار؟ فسوف نراقب بيان السياسة النقدية الذي سيصدر مع قرار الفدرالي الأمريكي. فبيان السياسة النقدية ربما سيظهر توقعات المستقبل على المدى المتوسط بالنسبة للاحتياط الفدرالي الأمريكي، وإن ظهر بأن العديد من أعضاء الفدرالي يرجحون رفع متسارع لأسعار الفائدة، فقد نشهد الدولار الأمريكي يستمر في موجات ارتفاعه مقابل سلة من العملات. أذكر هنا أيضا بأننا بانتظار قرار بنك إنجلترا المركزي لأسعار الفائدة، لكن في نفس الوقت بدأ المتداولون يقيمون سرعة رفع الفدرالي لأسعار الفائدة، بينما بنك إنجلترا وكذلك البنك المركزي الأوروبي قد تكون خطى رفع الفائدة لديهم أكثر. نعم. بطئا من الفدرالي الأمريكي. نعم سركيس، يعني إذا ما أخذنا بعين الاعتبار نظرة المستثمرين للفرص عندما نتحدث عن العملات الأجنبية أو حتى الملاذات الآمنة وغيرها، الروبل الروسي كيف يقرأه المستثمرون الآن، خاصة يعني مع موضوع السندات وغيرها من التحركات السلبية بالنسبة للروبل؟ هنالك حيرة كبيرة بين المتداولين. فمن ناحية هنالك أسعار فائدة مرتفعة جدا أقرها البنك المركزي الروسي عندما رفع الفائدة من 9.5 إلى 20% دفعة واحدة، فهذا قد يشكل
فرص استثمارية هائلة لعديد من المتداولين الذين يفضلون الاستثمار في أدوات الدين أو أدوات العائد الثابت كالسندات. لكن في نفس الوقت المخاطرة مرتفعة جدا، هنالك عقوبات اقتصادية قد تكون هي الأشد عبر التاريخ على روسيا، مما يهدد بمزيد من الانخفاض على الروبل الروسي. وبالتالي نحن أمام نقيضين، بين رغبة المتداولين في امتلاك الأصول من السندات والودائع المصرفية في روسيا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة، لكن في نفس الوقت هنالك مخاطر كبيرة من التوجه لمثل هذه الاستثمارات بفعل الانخفاض المحتمل في الروبل الروسي. فمع تقدمنا في الزمن ربما سيظهر تأثير العقوبات على روسيا، مما قد يهدد أكثر بانخفاض الروبل الروسي. نعم، سركيس نزار من إكويتي جروب، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.